السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو بعد مرور شهر من نقل الغصن اللي خلفي هذه اللي شفناه في الفيديو اللي فات اللي سويناه من ترقيد هوائي من الليمونة وصبغناه ونقلناه، راح أبين لكم التطور اللي صار وراح أتكلم معاكم عن بعض الأشياء اللي صارت وعن النتائج. مثل ما احنا شايفين، أول ما نقلنا النبتة في الأصيص بعد إزالة الغصن دي من النبتة الأم وزرعناه، كان في أوراق كثيرة في الغصن. بعد يوم أو يومين على طول جفت الأوراق وكلها تقريبا سقطت، وبدأت ألاحظ أن الأغصان بدأت تجف وتموت وترجع. حاولت في البداية أقلم بعض الأغصان على أساس أزيل الخشب الميت، ولكن واصلت في أن هي تجف وتموت وترجع. صراحة كنت خايف أن أفقد الغصن وأخسر الغصن، وأحب أذكر أن إحنا الحين تقريبا بعد 3 أسابيع من الفيديو اللي نقلنا فيه النبتة، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة للي ما شاف عملية النقل وصباغة الغصن في الفيديو اللي فات. فبعد فترة تركت النبتة، استمريت في الري على أساس أن أحافظ على الجذور اللي كانت موجودة على أمل أنها ترجع، وعندي غصن سميك فتوقعت أن تكون في حياة ويقدر يستخدم الطاقة اللي فيه لأنه غصن كبير. بعد ثاني أسبوع أو في ثاني أسبوع ضفت كمية بسيطة جدا، يعني نتكلم عن تقريبا 0.5 ملي في اللتر من اليوريا، 0.5 ملي يوريا في كل لتر ماء، ورويت الشجرة هذه أو الغصن، ولاحظت بداية نمو أوراق عندي هني. هذه كانت بداية النمو، بدأت تطلع بعض الأوراق. هذه لاحظتها بعد ثاني أسبوع أنه بدأت تطلع الأوراق، وراح أرويكم عن قرب أكثر، وراح أتكلم معاكم عن اللي راح يصير بعد هذه الخطوة. فمثل ما احنا شايفين، هذه أول نمو بدأ يظهر في الغصن اللي هي هذه الأوراق وهذه الغصن. بعدها بدأ هذه الغصن ينتعش بعد الري باليوريا المخفف، وبعدين عندي هذه الغصن. ففي بعض الأوراق قاعدة تبتدي تطلع، فاللي راح أسويه الحين أني مجرد راح أركز على اليوريا مع هذه النبتة على أساس تنتعش وتنتج لي أوراق وتبتدي عملية تحويل طاقة الشمس إلى كربوهيدرات تقدر تغذى عليها النبتة وتحولها إلى نمو في الجذور، والجذور أيضا ترد تسحب عناصر وترد تنمو الأوراق والأغصان، فنبي نمو خضري من الحين اللي هو حين نهاية شهر 6 تقريبا، شهر يونيو. راح أستمر بالتغذية باليوريا لهذه النبتة، وشوي شوي راح أبتدي أزيد التركيز إلى ما نوصل التركيز العادي اللي هو ملي إلى بالكثير 2 ملي في اللتر، على أساس أحفزها على النمو الخضري أو التخضير والأغصان. بعدها راح إن شاء الله ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها لما إن شاء الله تتأسس النبتة وتكبر. للأسف أنا كنت مثل ما قلت لكم أنه راح أحاول أحافظ على المشروع بشكل عضوي قدر المستطاع، ولكن للأسف ما قدرت لأن احتجت أن أغذيها يوريا على أساس تنتعش وتعطيني تخضير وتنقذ نفسها بالأحرى، لأن بدون الأوراق النبتة ما راح تستمر وما راح تقدر تنمو. راح نستمر باليوريا إلى شهر 9 إن شاء الله. نقطة مهمة أحب أبينها هني، لما حسيت أن النبتة راح تتعب، الشيء اللي أنا أحس أنه وفر حماية للنبتة اللي هو الصبغ، حماها من حرارة الشمس، لأن مثل ما تكلمنا في الفيديو لما نقلنا النبتة كانت في مكان مظلل ومرة واحدة انكشفت إلى شمس حامية فمرت في صدمة، وكوسيلة لحماية نفسها تخلصت من بعض الأغصان وتخلصت من كل الأوراق أساس تحمي نفسها. فكنت خايف أن أخسر الجذور، فطبقة المالش هذه بردت على الجذور، العازل الحراري يحمي الأصيص من الحرارة لأن هذه المنطقة تحصل على كمية عالية جدا من الشمس. عندي أصايص ثانية في الخلف، لما أقارن حرارة الأصيص الأسود بهذه الأصيص، العازل يوفر لي حماية جدا عالية من الحرارة والتبخر، وأيضا طبقة المالش تحمي الرطوبة وتحفظها لي. فأحس أن هاي الشيئين أو الثلاثة، الصبغ، المالش، العازل، وفروا لي حماية جدا عالية للنبتة
والحمد لله ان قدرنا نحافظ عليها بفضل رب العالمين. شيء ايضا اضافي احس ان كون النبتة مرفوعة عن الارض ايضا يحفظها من حرارة الارض ان تدخل في الاصيص من الاسفل. فاعتقد ان هذا ايضا شيء ساعد. النقطة الاخيرة اللي راح اتكلم معاكم عنها اللي هي هذه الاغصان الميتة الجافة، ما راح اقلمها في هذا الوقت حاليا لان ابغيها تركز على النمو، ما ابغي اسبب لها اي صدمة، مع ان الخشب الميت ممكن ازالته في اي وقت ويجب ازالته لما نشوف الخشب الميت، ولكن ما احب استعيل واشيل الخشب الميت لان ممكن هذه الاغصان في الخلف تنبت، وحاليا ما يبين الحي من الميت بسبب اولا الصبغ، وثانيا ما ندري النمو ممكن يرجع من وين، فما حاب استعيل، خلها تنمو، خلها تتطور، خلها تبني اغصان جديده، اوراق جديده، تبني كثافه، تحمي نفسها من الشمس من فوق، يكون في اغصان واوراق تستوعب طاقه الشمس. بعدها ان شاء الله لما نقول ندخل اخر شهر 9 او شهر 10 ممكن حسب وضعها حسب نموها راح نبتدي نقلم ونزيل الخشب الميت ونتدرج في التقليم، وراح ايضا نبين هالعملية في فيديو ان شاء الله راح ابين لكم. ولكن في هذه المرحلة ابغي اترك النبتة تتعافى وتسترجع قوتها قبل لا ازيل اي شيء من هذه الخشب الميت، فهذه نقطة مهمة حبيت ابينها لكم في هذه المرحلة من حياة هذه الشجرة إن شاء الله. فهذه مجرد فيديو سريع نتابع فيه التطور اللي صار مع الغصن. مثل ما قلت لكم كنت خايف أني أخسر الغصن، كان عندي خطة احتياطية لو خسرت هذا الغصن، ولكن ما كنت أفضل، طبعا ما أتمنى أن أخسر الغصن لأن في كذا مبدأ طبقناه من ترقيد هوائي وكذا، فحاب أنك تبين لكم أن كيف أن احنا ممكن نجمع المبادئ ونستخدمها في مشروع واحد، فهذه راح يساعدنا كثير. فإن شاء الله الحين راح نستمر في التغذية باليوريا مثل ما ذكرت، وإذا حسيت إن في تطور كافي أو قوي كفاية راح أسوي فيديو ثاني نتابع فيه التطور. إذا بس مجرد نمو طبيعي ممكن تتابعون التطور في حسابي في الإنستغرام اللي ظهر لكم اسم الحساب في بداية هذا الفيديو، فممكن ترجعون وتتابعونه، وإن شاء الله راح نشوف التطور وبقية هذا المشروع إن شاء الله في بداية شهر 9 اللي إن شاء الله راح العناصر المهمة تبتدي تبين وراح نشوفها مع بعض. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.